هنكمل. قلنا الاي ام ايه، يعني ان الصخر فيري هاي سترينث ونسبه، والام دي اصلا ان المودولس ريشيو ميديوم، مين ميديوم مودولس، مين مودولس ريشيو. طب تعالى نشوف مساله كده، بقول لك كلاسفاي ذا روك، يعني صنف الصخر. اداني الدي بتاعتي 50 مللي والبي التمت 20 طن، واوريدي اداني الاي تانجنت 50 على طول جيفن، تمام. فهبدا اعمل ايه؟ انا الفكره كلها عايز اصنف الصخر، يبقى انا محتاج السيجما التمت في الاول ومحتاج الام ار. طب هطلع السيجما التمت ازاي؟ طب ما السيجما التمت لو انا عايز اطلعها، المفروض ان السيجما التمت دي اصلا هي ستريس، يعني المفروض حمل على مساحه، وانا عندي الحمل اللي هو مديني اوريدي بي التمت. فانا لو عايز اطلع سيجما التمت هقسم الحمل الالتمت على المساحه، بس اركز ان اشوف اليونتس. المساحه عندي بالدي ب 50 مللي، يعني 5 سنتي. فانا اوريدي طلعت الاريا باي على 4 في الدايمتر تربيع، طلع لي الاريا كده. عايز تعملها في خطوه واحده اتس اوكي، او ستيب واحد مش تفرق. السيجما التمت هنا بي التمت على الاريا، وما تنساش انا محتاج ان السيجما التمت بالكيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. فضربت 20 في 10 اس 3 اللي هي عشان احول على الاريا طبعا بالسنتيمتر مربع، اداني الرقم كام؟ 1081. طبعا انت لازم تروح ترجع لمين؟ ترجع لهنا تشوف الصخر في انهي مكان. يعني انت اصلا لو عملت 2250 على 2 ل 2000 مثلا 250 على 4، هتلاقي انت بتتكلم الرينج بتاع الرقم بتاعك، الرينج الرقم اللي هو طالع 1018 ده هتلاقيه طالع في الرينج ده، تمام؟ فاوريدي يبقى انت هتاخد ان الصخر ميديوم سترينث مين سي. طب المفروض نطلع بقى المودلس ريشيو، اي تانجنت 50 على سيجما التمت، يبقى الاي تانجنت اوريدي مديها لك، والسيجما التمت طلعت 249، فهي طلعت في برضو ام، يعني من 200 ل 500، فبقدر اقول عليها ايه؟ ميديوم مودلس ريشيو. فالصخر طلع سي ام. وخلي بالك انا ببدا بكتب بالسي، تمام، لان يا شباب في مره هتاخد عندي في سنه تانية ان شاء الله في تصنيف عندي حاجه اسمها ام ال، تمام. ده الصح، يعني ده الصح. الناس اغلبها بتكتب مين بقى؟ ال ام، تمام، واصلا مش ال ام احمر يعني عندنا، تمام. فالموضوع بقى ايه؟ ركز فيه. هو احنا هناخد نبدا بالسي وبعدين مين وبعدين الام عادي. ده بعد كده، يعني هيكتب ام سي غلط. فعندي حاجه اسمها الار كيو دي، روك كواليتي ديزينيشن، سهله قوي، يعني الموضوع بسيط فيها. ان انا ببدا انزل يا شباب، الفكره كلها عندي ايه؟ لو انا عايز اعمل تصنيف للصخر نفسه، فببدا انزل بحاجه اسمها الار كيو دي، روك كواليتي ديزينيشن. ببدا انزل طول كل الاعداد حفر، يعني ببدا انزل اعداد حفر زي البريمه مثلا، او ان انا هاخد جسات من التربه. بس بقول لك ايه، انت لو هتعمل، انت لو عايز تاخد عينات صخريه فبتعمل بحاجه اسمها كور بارل. لكن لو انت تستخرج عينات عاديه زي اللي احنا بنعملها بقى في التربه العاديه بحاجه اسمها بورنج اللي هي الجسات. فالفكره كلها لما ده الطول الكلي لاداه الحفر. اوريدي لما تنزل الاداه بتاعه الحفر، لما تيجي تطلع ناتج الحفر اوريدي مش هيطلع يعني بنفس الشكل بتاع طول كل حفر، لا ده قال لك هيتكسر. فتكسر لاطوال صغيره كده، فالموضوع بسيط قوي، نتيجه بقى التفتت وشروخ والليله دي كلها. الفكره كلها بصنف بطريقتين، طريقه اسمها الكور ريكفري وطريقه اسمها مين؟ الار كيو دي. فالكور ريكفري بيقول لك هتجمع الطول، انت هتجمع مجموع العينات كلها، يعني هتجمع دي زائد دي زائد دي زائد دي، وتقسم على الطول الكلي لاداه الحفره، وبنسميه الطول الكلي للاستخراج. فالموضوع بسيط جدا، ده الجزء الاول. طب تاني واحده بيقول لي حاجه اسمها بقى الار كيو دي مهمه. الار كيو دي بيقول لك ايه؟ هتاخد اطوال العينات بس الاكبر من او يساوي 10 سم، يعني الاقل من 10 سم اوريدي هتهمل على الطول كل الحفر. بيقول لك بقى الار كيو دي ليها تصنيف، يعني الكور ريكفري ملهاش تصنيف، لكن هنا بقول لك ليها مين؟ لها تصنيف. بقول لك لو الار كيو دي بتاعك من 0 ل 25% يبقى بنقول على تصنيف الصخر ده فوري بور، من 25 ل 50 بور، من 50 ل 75 فير، من 75 ل 90 جود، من 90 ل 100 بنقول عليها مين؟ اكسلنت. فانت اوريدي خلي بالك كل ما الار كيو دي يزيد دي حاجه كويسه، يعني بيقول لك ايه؟ ان اطوال العينات قريبه تقريبا من الطول كل حرف، فده حاجه ايه؟ حاجه كويسه بالنسبه لي. طبعا لو مساله تافهه جدا طبعا سيبك من دي خالص، دي مش فارقه معايا. فهو بيديك التوتال كور ران، يعني الطول كور الحفر، واداك اطوال العينات المستخرجه. فانت لو عايز تطلع السي ار هتجمع الليله دي كلها بالسنتي وادي على 300 سنتي. لكن الار كيو دي قال لك ايه؟ مش هتاخد السته ولا هتاخد التسعه ولا هتاخد السبعه معايا ولا هتاخد الخمسه، يبقى اوريدي هتاخد بقى باقي الحاجات. وطبعا خدنا 10 لان اكبر منها يساوي 10، فطلع الرقم طبيعي ان الار كيو دي يطلع اقل من الكور ريكفري. فبقول لي ان الصخر طلع اقل من 50% فهو مين؟ فهو بور، تمام. فالموضوع اوريدي مفيش مشكله.
طبعا المسألة دي عادية خالص، يعني الفكرة كلها انك بترسم المسألة علاقة بالستريس والسترين، وبتطلع الدلتا اي للخط الاسمر اللي عندك، وبتطلع السيجما التيمت اقصى نقطة عندي في الجدول. لو انت بصيت اهي اقصى نقطة سيجما التيمت، فسيجما التيمت تقدر تصنف مفيش مشكلة خالص. طب هنا بيقول لي ايه تصنيف؟ بيقول لي صنف صخر، مديني الدي والال والبي التيمت والدلتا اي. فاوريدي انت معاك البي التيمت، فبرضه تقدر تطلع السيجما التيمت بسهولة زي المسألة اللي فاتت، فتقدر تصنف الصخر نو كلاس بي هاي مين هاي سترينث. الموضوع بسيط، مش هياخد مننا الفيديو 10 دقايق، يعني الموضوع سهل. بعد كده انت محتاج تطلع الاي تانجنت 50، فانت الاي تانجنت 50 المفروض انك تقسم الاستريس على الاسترين، فانت اوريدي اصلا عندك بوينت واحد اللي هي السيجما مين؟ السيجما التيمت دي، او البي التيمت طبعا اتحولت لسيجما التيمت. فطبعا انت من النقطه الثانيه قال لك هتاخد نقطه الزيرو والزيرو، يعني هتعتبر ان العلاقه مين؟ هتعتبر العلاقه لينير. تمام، حتى انت بالبد يعني بديهيا كده انت مش عارف غير نقطه واحده، فانت تبدا تستغلها. طب انت لو عايز تطلع بقى الاسترين، فالاسترين ما هو دلتا ال على ال، فاقدر اقول 5 على 100 وال2 بالملي، فاوريدي مش هحاول اصلا 0.05. فانت لو عايز تطلع الاي تانجنت 50 فانت هتاخد السيجما التيمت القيمه دي ناقص الصفر، وتاخد الدلتا سيجما اللي هو الرقم 0.5 ناقص الصفر، طلع لي الاي تانجنت مين 50. فتقدر تقسم اي تانجنت 50، طلعت طبعا اي تانجنت 50 على سيجما التيمت طلعت مين 20 طبعا لو. فالصخره انا بدات قلت لك بي ال، ما قلتش ال بي، وركز في الكلام ده. طبعا بعد كده بقول لك ايه المساله دي مقاومه، يعني مديك لود وكمبريشن ومديك ال اصلي، فانت كل فكره المفروض تعمل ريديستريبيوشن. ممكن نحل المساله دي بعدين، مسألة مجرد بس بتعمل ستيبس بتاعتك سهلة جدا، يعني احنا المفروض ناس في هندسة والكلام ده بالنسبة لنا اوريدي سهل انك ترسم كيرف وموضوع بسيط يعني. تمام، فهو ده الجزء الأول بس، يعني انت بتتكلم في 7 دقايق، 7 دقايق وخمس دقايق، يعني بتتكلم في 12 دقيقة جزء كامل اوريدي. احنا لو فتحنا مثلا بتتكلم على جزء مسائل مثلا على الجزء ده، هتقول ايه بالنسبة لي مثلا الجزء على المسائل في الجزء ده؟ لو طلعنا فوق طبعا انزل لك الجزء ده وفي كل الامتحانات طبعا ام سي كيو محلولة، مثلا لو خدنا اللي هو السؤال على الجزء ده، فهو مديني هنا الاكسيال كومبريسيف سترينث تيست، اداني هنا السيجما التيمت. فطبعا السيجما التيمت انا ببدا اشوفها فين؟ لقيت السيجما التيمت في الزون 200 2250 على 8، ده تقريبا 281 وحاجه، فاوريدي 250 اقل منها، فتاخد اي فيري لو ستريس. تمام، طبعا في نسينا حته شباب نقولها بتاعت الشد المباشر والغير مباشر، تعال نقولها برضه عشان يبقى ايه ما ننساش. هننزل تحت هنا، طبعا احنا لسه واخدين الكلام ده. الفكره كلها طبعا الضغط المحاط غير المحاط اللي هو اليوني اكسيال كومبريسيف سترينث تيست، طبعا ثلاثي المحاور الدكتور لغال اللي هو التراي اكسيال كومبريسيف سترينث تيست، بحيث انك كده كده تدرسه ايه تاني في سنه ثالثه اللي هو بتاع دوائر مين؟ دوائر مور. فبقول لي بعد كده ايجاد الشد. عموما الشد الامور بسيطه قوي، يعني انت بتعرض العينه لشد، وطبعا لو عايز تجيب الاستريس بتاع الشد البي الشد على الاريا، وطبعا الاريا مساحه مقطع دايره، فالموضوع اوريدي بسيط بالنسبه لك. يقول لك الشد المباشر نادر في الصخور، الشد الغير المباشر اللي هو بنسميه برازيليان تيست، ببدا اثر على بجيب عينه كده، مفروض ان مفروض يعني الطبيعي ان قطر العينه هو بتساوي 2 ال، يعني ده الصح ان قطر العينه بيساوي 2 ال وليس العكس، فببدا اثر على العينه بحمل راسي، فاوريدي مفروض ان لما اثر عينه بحمل راسي ان العينه تفتح تحصلها تنشن في الاتجاه مين؟ في الاتجاه الثاني، يعني انا باثر اصلا بكمبريشن ويديني مين؟ تنشن. عشان كده سميناه جهاد الشد اللي هو الاندايركت اللي هو الغير مباشر اللي بنسميه برازيليان تيست. تمام؟ القانون بتاعه سهل جدا، فالسيجما تنشن بيساوي 2 البي على باي في الدي في ال، البي اللي هو الحمل اللي انت تبدا تاثره، وخلي بالك لو انت بصيت هو حمل خطي على مين؟ خط الباي معروفه خلاص، الدي بالنسبه لي قطر العينه، ال طول العينه. بقول لك في علاقه بين الشد والضغط مهمه جدا، ان جهاد الشد تقريبا عشر جهاد مين؟ عشر جهاد الضغط، او جهاد الضغط 10 جهاد الشد لاي وحدات. طبعا لو انت استخدمت الاي بي والفيت مثلا تبدا تستخدم مين المعادله دي اوريدي، دي طبعا كلام مش علينا، او انت بتتكلم عندنا اليونتس المتداوله كيلو نيوتن طن كيلو جرام، ده كله الايه متداول بالنسبة.
طبعا علاقة الاسترس والسترين موضوع بسيط، حتى البوازو ريشيو الانفعال العرضي على الانفعال الرأسي، فالموضوع اوريدي سهل. لو جينا ادينا مسألة بسيطة جدا، طبعا بيقول لك الفاليو اوف سامبل تنسايل سترينث، ما لسه قايل لك ان السيجما تنشن عشر السيجما كومبريشن، حتى هو مالكش برازيليان ولا بتاع، هو بيقول لك جاد الشد عموما، ف10 في 250 25. طبعا الاي تانجنت 50 اوريدي اديها لك 107000. لو عايز تطلع ليه ام ار اي تانجنت على السيجما التيمت، انت معاك السيجما التيمت ومعاك الاي تانجنت، طلعت 428. ف428 دي اقل من 500 وبتاخد ميديوم اهي، صعبه. وبقول لك لو الار كيو دي 95، مش احنا قلنا لو من 90 ل 100% يبقى اكسلنت، فدي اكسلنت. والروك كلاسفايد طبعا هو طلع في الاول فيري لو اللي هو الاي، وهنا طلع ام فاي ام، فالموضوع سهل جدا. البرازيليان تيست مديك البرازيليان، مديك الحمل 5 طن، ومديك السامبل دايمتر 80 مللي والسامبل لينس 40، عشان كده اكدت ان المفروض ان القطر عينه هو اللي بيساوي 2 ال ال، تمام؟ ده الصح. بس اوريدي بقى تسمع الكلام اللي ايه اللي موجود ايا كان موجود ازاي. 2 ال بي على واي في الدي في ال ال، فطبعا وطبعا لو انت بصيت على الاجابات هو اوريدي عايزها بالكيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، فانت لازم تحول الطن لكيلو جرام ولازم تحول مللي للسنتي. فانا هقول 2 البي ب 5 طن ضربتها في 10 اس 3 على الباي في الدي في ال ال، والباي الدي 8 وال ال ب 4، فطلع بالرقم 99 وكام؟ 99 ونص. اهو الرقم الاجابه 99 ونص. الموضوع بعد كده بسيط، باقي المودلز زي ما هي. بعد كده لو بنتكلم خلاص خلصنا من الجزء ده، طبعا ده بالنسبه لجزء مدني، يعني الجزء المدني هو اللي عليه الجزء ده بالانجلش، طبعا ليفل 100 اوريدي احنا شرحنا الكلام ده. وبعدين بالنسبه مفروض ان انا احاول انزل لك ام سي كيو ثانيه فيها كل المنهج عليه، المنهج ام سي كيو، وانزل لك امتحان فاينل ان شاء الله محلول، وانزل لك الام سي كيو بعد كده الباقي اللي هو تشابتر 1 وتشابتر 3، او سوري تشابتر 2 اللي هو روك كلاسيفيكيشن بالانجلش برضو. يعني هو انت لو بصيت على مذكره 16 مثلا، او تشابتر 1 موديفايد اللي هو الموضوع 9 ورقات، يعني بتكلم الشابتر الثلاث اللي هو 2 اللي هو الجزء بتاع الصخور، وده 9 ورقات بالانجلش يا شباب، هم دول اللي علينا بالانجلش، اللي هو الجزء الاول شابتر 1 اللي هو انتروداكشن، وبعدين طبعا الفيزيكال بروبرتيز البريزم دي اوريدي الموضوع لازم يكون بالانجلش، وتصنيف الصخور في البدايه فبالانجلش. باقي اللي هو بعد كده اللي هو التعريه وعمل التعريه والتراكيب الصخريه والزلازل والخرائط الجيولوجيه كله بالايه؟ كله بال، تمام؟ اتمنى الموضوع يكون بسيط، معاك 12 دقيقه او 13 دقيقه ومعاك 5 دقائق، بتتكلم الموضوع كله 18 دقيقه. ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله السنه الجايه، ولو في حد محتاج اي حاجه يبعت لي.